أيها الأحبة في الله، هذا هو الشريط السادس من التعليق على كتاب التوحيد من صحيح البخاري. يعلم نبيه وهو لنا أن لا نتعجل في الحكم على الشيء حتى نتبين، حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وهذا ينطبق تماما على ضد حالنا اليوم. قل عليها عليهم ولا على ضدها؟ لا لا، الفعل الواقع من الرسول عليها، لكن التنبيه والتأديب على ضدها. يعني نحن الآن نسمع الكلمة ثم نطير بها في الآفاق دون أن نتبين، والله عز وجل يقول لرسوله: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ويقول: واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. كلمات عظيمة جدا. ويقول عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وكما قلت، قد يكون الإنسان بعد الذنب والتوبة خيرا منه قبل ذلك. متى حصل الاجتباء لآدم؟ بعد أن أذنب وتاب، بعد أن أذنب وتاب ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وانظر ذلك في نفسك، إذا أذنبت ذنبا حصل في قلبك من الانكسار والخجل من الله عز وجل والخوف ما لم يحصل لو استمررت فيما أنت عليه من الطاعة. بل إن الإنسان ربما إذا كان على طاعة ربما ينشأ في قلبه مرض السرطان، السرطان الحسي أو المعنوي، المعنوي، وهو مرض العجب، العجب بالنفس والإدلال على الله عز وجل بالعمل. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من ذلك. لكن إذا فعل الخطيئة انكسر وخجل أمام الله واستحيا من الله ورجع إلى الله عز وجل. ثم إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يجوز في حقهم شيء واحد، وهو ما يخل بالرسالة، ما يخل بالرسالة هذا ممنوع في حقهم، منعهم الله منه، منعهم الله منه. فالخيانة والكذب ممنوع، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام ممنوع من الإشارة بالعين، لا يشير بالعين، لأنه لا بد أن يكون قوله صريحا واضحا بدون أي خداع أو أي خيانة. هذا الذي يمنع منه الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو ما يخل بإيش؟ بالرسالة، من الكذب والخيانة وما أشبهها. كذلك ما يخل بالشرف والمروءة فإنهم ممنوعون منه، مثل سفاسف الأخلاق فإنهم ممنوعون منه، لأن هذا تنفر منه النفوس والطباع. لكن المعاصي الأخرى لا، قد يفعلونها. فموسى عليه الصلاة والسلام قتل نفسا بغير حق، وإن كان هذا قبل أن ينبأ، لكنه عليه الصلاة والسلام جعل ذلك مانعا له من الشفاعة للخلق، حيث أنه إذا أتي إليه ليشفع اعتذر بذلك، لأن قتل النفس لا يحمل عليه سوء الخلق أو سوء الأخلاق أو ما يخل بالصدق والأمانة، لكن تحمل عليه الغيرة. ولا سيما أن فرعون قد سام بني إسرائيل سوء العذاب حتى كانوا يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم. نعم. ما أقول لا يخفى عليكم إن مغفرة ما تقدم وما تأخر من الذنوب إنما وقع في النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. نعم. وفي الدعاء هنا وفي لما قدمت وما أخرت. نعم. قوله ما قدمت وما أخرت يحتمل المعنى، معنى قوله ما أخرت
أي في المستقبل، ما قدمت وما أخرت أي ما سأفعله في المستقبل، وهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. ويحتمل ما أخرت باعتبار الماضي، لأن الماضي منه متقدم ومنه متأخر، وهذا هو ظاهر اللفظ، أي ما قدمته ففعلته قديما وما أخرت فعلته آخرا. لكن إذا كان هذا خاصا بالنبي، هذا إذا كان المراد بالتأخير ما بعد قوله يعني المستقبل. أما إذا كان ما قدمته مثلا في سنة 1412 وما أخرت في سنة 1413 فهذا ليس خاصا به. نعم. سبق القاعدة أن ما ثبت الفريضة إلا بدليل. نعم. لكن يأتي بعض الأحاديث في صلاة الليل أو إذا قام من الليل، هل يكون هذا مخصص؟ نعم، هذا مخصص، لأن صلاة الليل لها خصائص، من خصائصها الإطالة، الإطالة في القراءة وفي الركوع وفي السجود، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يطيلها، ولهذا لم يثبت عنه ثبوتا صحيحا في الاستفتاح إلا اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، هذا هو الثابت في الصحيحين. وحديث سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك هذا في السنن، واختلف العلماء في صحته مرفوعا. كيف؟ لا، ما قلنا ممنوعين، احنا قلنا ممنوعين، قلنا ممنوعين من الإقرار عليها، ما يقرون عليها قدرا، بمعنى ان الله ينبههم عليها او ينتبهون، لا قدرا. اما شرعا فنحن والأنبياء ممنوعون من الإقرار عليها شرعا، يعني ان الله عز وجل يهيئ لهم أسباب التوبة فيتوبون فورا أو بعد زمن، المهم لا بد أن يتوب. لكن نحن نعم ممنوعون منها شرعا، لكن قدرا ربما نستمر في معاصينا ونصر عليه. نعم نعم. قال وأنت إله لا إله لغيرك، هذا ختمها بالألوهية، لأنها هي التي أرسلت من أجلها الرسل وأنزلت الكتب. أنت إلهي لا إله لي غيرك، أي لا معبود حق لي غيرك يا الله. نعم. لكن حدثنا ثابت بن محمد قال حدث السلام بهذا، وقال أنت الحق وقولك الحق، يعني بعد قوله وسعت حق أنت الحق وقولك الحق. نعم نعم، عند قوله وقولك الحق قبل حق. باب وكان الله سميعا بصيرا، عندنا باب قول الله. مش عندك باب وكان الله سميعا بصيرا؟ نعم. طيب ما في معنى. قال الأعمش عن تميم عن عروة عن عائشة قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قول وكان الله سميعا بصيرا، هذان اسمان من أسماء الله، السميع والبصير، ويقلم الله سبحانه وتعالى بينهما كثيرا، أي بين السميع والبصير، لأن بالسمع إدراك الأصوات، لأن بالسمع إدراك الأصوات وبالبصر إدراك الأفعال، فالأقوال متعلقها والأفعال البصر، ولهذا يقرن الله تعالى بينهما كثيرا. والسميع من أسماء الله تعالى وله معنيان، المعنى الأول
إدراك المسموع، والمعنى الثاني استجابة المسموع، استجابة المسموع. وعلى هذا شو الجلسة هذه قدامنا لك؟ المعنى الأول إيش؟ إدراك المسموع، والثاني استجابة المسموع. طيب، فمن الأول ما ذكره المؤلف رحمه الله في قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ومن الثاني قوله تعالى عن إبراهيم: إن ربي لسميع الدعاء، أي لمجيبه. وليس المراد لسميع الدعاء أي لمدركه وسامعه، لأن مجرد السمع لا يتناسب مع قول الداعي إن ربي لسميع الدعاء، وإنما الذي يتناسب مع قوله وإنما الذي يتناسب مع دعائه هو استجابة الدعاء. طيب، ثم أعلم أن السمع بالمعنى الأول أي بمعنى إدراك المسموع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عام وللتأييد وللتهديد، عام وللتأييد وللتهديد. فالعام مثل هذه الآية: إن الله كان سميعا وكان الله سميعا بصيرا، هذا عام يشمل كل ما يسمع، كل ما يسمع فسمع الله متعلق به، فيسمع أصوات بني آدم وما يقولونه من خير وشر، وأصوات البهائم، وأصوات الحشرات، حتى دبيب النمل على الصخرة الصماء يسمعها عز وجل، لا يخفى عليه شيء. وهذا هو السمع بالمعنى إيش؟ بالمعنى العام. وتارة يراد به التهديد، يراد به التهديد، مثل قول الله تبارك وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هذا المراد به إيش؟ التهديد. والثالث الذي يراد به التأييد، مثل قوله تعالى لموسى وهارون لما قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال: لا تخافا إنني معكما إيش؟ أسمع وأرى. فالمراد بالسمع هنا سمع التأييد والنصر والمدافعة. فهذه أقسام السمع الذي بمعنى إدراك المسموع. أما السمع الذي بمعنى إجابة الداعي فمثله قوله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء، وقول المصلي: سمع الله لمن حمده، سمع هنا بمعنى استجاب لمن حمده، وليس المراد بذلك مجرد سماع صوت الحامد، بل المراد بذلك استجابته. طيب، فإذا قال قائل: هل السمع يأتي بمعنى الاستجابة؟ قلنا: نعم، يأتي بمعنى الاستجابة. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. معنى لا يسمعون؟ لا يستجيبون، وإلا فهم يسمعون، يسمعون الذكر يتلى عليهم، يسمعونه من الناس، ولكنهم لا يستجيبون. طيب، ثم أعلم أن سمع الله وبصره حقيقة، حقيقة وليست راجعة إلى العلم، خلافا للمعتزلة الذين يقولون إن الله لا يسمع ولا يبصر ولا يدري بالله، وأن معنى السمع والبصر هو العلم بدون رؤية ما مفعول أو سماع مقول. ولكن نقول: أخطأتم خطأ كبيرا،
بل السمع غير العلم، لأن علم الله تعالى متعلق بالشيء قبل أن يكون مسموعاً وقبل أن يكون مبصراً، فهو يعلم ما كان وما سيكون. ثم ذكر حديث عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فأنزل الله تعالى على النبي: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هذه امرأة جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها، وكان زوجها قد ظاهر منها، أي قال لها: أنت علي كظهر أمي. وكانوا يعدون الظهار في الجاهلية طلاقا دائما، وجاءت تشتكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها كبرت وأن لها أولادا من زوجها وأن زوجها ظاهر منها، تشتكي إلى الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يحاورها ويسر عليه الأمر، ولكنها أبت وأصرت. فأنزل الله تعالى هذه الآية، بل الآيات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، أي في شأنه، وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. قالت عائشة: الحمد لله الذي وسع صوته سمعه الأصوات، إني لفي الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثها. سبحان الله، والله عز وجل فوق عرشه يسمع كلامها ويسمع محاورتها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومحاورته لها. وتأمل كيف جاءت الآية بلفظ الماضي ولفظ المضارع: قد سمع والله يسمع، كما جاءت هذه المادة سمع بمعنى التعجب، مثل قوله تعالى: أسمع به وأبصر. أسمع به يعني ما أسمعه وما أبصره. فهنا فيه أن الله سبحانه وتعالى يسمع سماعا حقيقيا، لأنه قال: قد سمع والله يسمع. ولو كان المراد بذلك العلم ما صح، لأن علم الله تعالى كان سابقا، وهذا يدل على أن سمعه متعلق بقول هذه المرأة حالا، حيث قال: والله يسمع، ويسمع هذه فعل المضارع تدل على الحال، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الجملة هذه كالتعليل لما قبلها. ومن هنا أخذ أهل السنة أن الاسم إذا كان متعديا فإنه لا يتم الإيمان به إلا بإثباته وإثبات ما دل عليه من صفة وإثبات الحكم. فهنا السمع نعم، هنا إن الله سميع بصير هذا الاسم، والصفة السمع والبصر، والحكم سمع ويسمع، سمع ويسمع. ثم إننا إذا آمنا بذلك ونحن مؤمنون إن شاء الله، فإن ذلك يوجب لنا أن لا نسمع ربنا ما يغضبه علينا. إذا كنت تؤمن بأن الله يسمع كل قول تقوله، فإن هذا يوجب لك أن لا تقول قولا لا يرضي الله، لأنه إذا كان، ولله المثل الأعلى، إذا كان أبوك لا يرضى أن يسمع منك ما لا يرضاه، فتحاول أن لا يسمع منك ما لا يرضاه، فربك أولى وأعظم أن تسمعه ما لا يرضاه منك. نعم سليم. نعم تنزيه لله سبحانه وتعالى، والتنزيه لله أولى من دعاء الإنسان لنفسه، إن الله يسأل عن الله.
نعم. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد رجح سبحانك اللهم وبحمدك على قول اللهم باعد من عشرة أوجه، عشرة أوجه، عرفت؟ ما هو من هذا الوجه الذي يقول أن الثناء أفضل من الدعاء، لكن مع ذلك لا نرجح إلا ما رجحه الرسول، فإن قوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي ثابت في الصحيحين، وأجاب به النبي صلى الله عليه وسلم السؤال، ولو كان هناك شيء آخر لقال وأقول أحيانا كذا. ولذلك ضعف بعض العلماء قول سبحانك اللهم وبحمدك، ضعف أن يكون مرفوعا بهذه العلة، قال لأن قول رسول الله أبي هريرة أقول كذا وكذا هو عبارة عن شريعة عامة، ولم يقل أحيانا أقول كذا، لكنه لا شك أنه فيما يظهر والله أعلم أنه صحيح إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يقوله فيما بعد للجمع بينه وبين حديث أبي هريرة، لأن عمر بن الخطاب كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك جهرا ليسمعها الناس ويتعلموها، وهذا يدل على عنايته بها رضي الله عنه، كما كان ابن عباس يقرأ الفاتحة في الصلاة على الميت جهرا ليعلم الناس أنها سنة، ولكن الأحسن الإنسان يأتي بهذا وهذا، أحيانا اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وأحيانا سبحانك اللهم وبحمدك، ليحصل على السنتين جميعا. نعم. إن نعم نعم ورد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم سلط عليه كلب الكلاب، اي هذا غير اللي نقول كونك تدعو الله تقول اللهم سلط عليه كلبا او ذئبا او حيه او ما اشبه ذلك، انه هذا، لكن لا تقول ما خلق الكلاب على وجه مخصوص، تقول خلق كل شيء، خلق الآدمي، خلق البعير، خلق البقرة، خلق الكلب، خلق كذا. إلا أن أستثنينا في الدرس إذا كان ذلك دفعا لقول من ينكر هذا فيقول إن الله لم يخلق الأشياء الخبيثة لأنه بزعمها لا فائدة منها، فنقول بل خلقها. نعم. أن ما هو بالظاهر، لأن سميع بمعنى مسمع ما تأتي إلا بقرينة، أما عند الإطلاق فيه ما تأتي. بسم الله الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا قف. تكلمنا أمس عن سمع الله عز وجل وبينا أنه ينقسم إلى قسمين، الأول إدراك المسموع والثاني استجابة الداعي، وبينا الشاهد لكون السمع يأتي بمعنى الاستجابة، وبينا أن السمع الذي يكون بمعنى إدراك المسموع ينقسم إلى ثلاث أقسام، وإن شئت يقول ثلاث أنواع، للتهديد، والثاني التأييد والعموم. طيب، وبينا أيضا أدلة لذلك وأمثلة، وبينا أيضا نزول الآية قد سمع الله قال الذي تجادلك، حيث جاء السمع بالماضي والمضارع، الماضي ما دل على المضي والمضارع يدل على الحال. وهنا أسأل، هل سمع الله تعالى من صفاته الذاتية أو من صفاته الفعلية؟ الجواب من صفاته الذاتية، من صفاته الذاتية، والذي يحدث إنما هو المسموع، أما السمع فلم يزل ولا يزال متصفا به، لكن المسموع هو الذي يحدث. مثله العلم، علم الله سبحانه وتعالى صفة أزلية أبدية من صفاته الذاتية، لكن الذي يحدث هو
المعلوم، ومنه قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين، فهذا علم متعلق بالمعلوم، والمعلوم محدث. أما العلم الأزلي الذي هو وصف الله فهو سابق، فالله عالم من يجاهد ومن لا يجاهد، ومن يصبر ومن لا يصبر، عالم من قبل. لكن هذا علم للشيء بعد وجوده، فهو متعلق بالمعلوم حين حدوثه. ولعل يأتينا إن شاء الله الكلام على العلم وأقسامه في كلام المؤلف. حدثنا سليمان. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال اربعوا على أنفسكم، اربعوا همزة وصل، فقال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال لي يا عبد الله ابن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، أو قال ألا أدلك به. هذا الحديث يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، أبو موسى عبد الله بن قيس، فكنا إذا علونا كبرنا، وكانوا إذا علوا، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد علمهم إذا علوا كبروا، وإذا هبطوا واديا سبحوا. والمناسبة في هذا ظاهرة، لأن العلو ارتفاع، فإذا ارتفع الإنسان فقد يرى في نفسه الكبرياء فيقول الله أكبر، إذا نزل فالنزول سفل والسفل نقص، فكان من المناسب أن يسبح الله عز وجل. فإذا نزلت واديا فقل سبحان الله، وإذا علوت فقل الله أكبر. ومثل ذلك فيما يظهر، الطائرة عند صعودها تقول الله أكبر، عند نزولها تقول سبحان الله، لأن هذا النزول إلى أسفل. كانوا يكبرون ولكنهم يرفعون أصواتهم ويشقون على أنفسهم بالتكبير، فقال اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا عليها لا تشقوا عليها، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. وهنا قال لا تدعون، ولم يقل لا تكبرون لأصم، وذلك لأن الذكر يتضمن الدعاء، فإن الذاكر إنما يذكر الله لماذا؟ لأي شيء. يذكر الله لإيش؟ ليثيبه على ذلك، فهو دعاء بلسان الحال. لو سألت الذاكر لما تذكر الله قال ليثيبني، فلهذا قال لا تدعون. ويحتمل أنهم يكبرون ويدعون، فحذف الدعاء من التكبير وذكر التكبير، ولكن الأول أقرب، أن الذكر دعاء لأن الذاكر يدعو الله تعالى بلسان حاله. لا تدعون أصم يعني لا يسمع حتى ترفعوا أصواتكم له، ولا غائبا يخفى عليه حالكم، إنما تدعون، نعم تدعون سميعا بصيرا، سميعا ضد أصم، بصيرا ضد أعمى. وهنا لم يتعرض في الأول للعمى، لكن ذكره في الثاني، لأن الله تعالى دائما يقرن بين قوله سميع بصير، لأن في السمع إدراك المسموعات وفي البصر إدراك المرئيات. قريبا هذا ضد قوله غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. وفي لفظ آخر إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهم على الرواحل، فهو أقرب من عنق الراحلة عز وجل. ففي هذا الحديث ما في الترجمة، وهي قوله سميع، نعم سميع بصير، باب وكان الله سميعا بصيرا. وقوله بصيرا، البصير من يدرك المبصرات،
البصير هو الذي يدرك المبصرات، فهو جل وعلا لا يخفى عليه شيء يدركه. وقوله قريبا، هل المراد القرب بالذات أو المراد القرب بالعلم؟ إذا أجرينا اللفظ على ظاهره قلنا إنه قريب بذاته، وقد نص ابن القيم رحمه الله على ذلك في كتابه الصواعق المرسلة على أنه قرب ذاتي، أنه قريب بذاته. ولكن يشكل علينا إذا كان قريبا بذاته أليس هو فوق عرشه؟ إذن كيف يمكن الجمع؟ نقول إن صفات الله عز وجل لا تشبه صفات المخلوقين، ولهذا قال الشيخ الإسلام في العقيدة الواسطية: إن الله قريب في علوه علي في دنوه. فهو عز وجل جامع بين العلو وبين القرب، وهو قرب حقيقي. والأصل أن كل شيء يضاف إلى الله فهو يضاف إليه ذاته، هذا هو الأصل. لكن يكون من لوازمه أشياء، مثلا قربه يلزم منه علمه وسمعه وبصره وتدبيره وغير ذلك من لوازم الربوبية. طيب، ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله. في نفسي يعني لا أنطق به بلساني، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول جملة مركبة من لم نافع الجنس واسمها، فأين خبرها؟ خبرها محذوف، أي لا حول كائن ولا قوة كائنة إلا بالله. فما معنى الحول وما معنى القوة؟ معنى الحول التحول، التحول من حال إلى حال، فلا تحول لنا من حال إلى حال إلا بالله. القوة معروفة ضد الضعف، ولا قوة لنا أيضا إلا بالله. والب هنا للسببية أو للإعانة، المعنى لا نستطيع أن نتحول ولا نقوى على ذلك إلا بالله عز وجل. وهذه الكلمة كلمة استعانة وليست كلمة استرجاع، وليست كلمة استرجاع، خلافا لاستعمال العامة لها، فإن العامة يستعملونها للاسترجاع. فإذا أصيبوا بمصيبة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. والصواب أنك إذا أصبت بمصيبة تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، لكن لاستعمالهم إياها وجه، كأنهم يستعينون بها على تحمل الصبر وتلقي المصيبة. لكن ما ورد وهو الاسترجاع أفضل وأحسن. فقال لي يا عبد الله بن قيس وهو أبو موسى: قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. أو قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة. فينبغي الإنسان إذا كلما أصابه أمر هام أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنها كلمة استعانة. ولهذا نقول في إجابة المؤذن إذا قال: حي على الصلاة، حي على الفلاح، نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. إن الذي يقول: ما الجامع بين قوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وبين قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ وكأن الأخ السائل يريد أن ينبهنا على الكلام على القرب، ولا بأس. نعم، القرب قرب الله عز وجل قسمه بعض العلماء إلى قسمين:
قرب عام وقرب خاص. فالقرب العام هو قرب الإحاطة وهو شامل لكل أحد. واستدل هؤلاء بقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. قالوا إن هذا عام، لأن الله يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. والقرب الخاص مثل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، يعني إذا سألك عبادي عني إذا دعون فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. فيكون هذا القرب خاصا بمن يدعوه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهذا قرب العابد. فالقرب الخاص قرب الداعي وقرب العابد، والعام الشامل لكل أحد. ولكن الشيخ الإسلام رحمه الله أبى ذلك وقال: إن القرب لا ينقسم، القرب لا يكون إلا ممن يستحق القرب وهو الداعي والعابد. قال: الداعي مع الله يناجي ربه، والعابد كذلك يناجي ربه مع ربه، فهذا هو الذي يستحق أن يكون الله قريبا منه. أما غير ذلك فلا. وأجاب عن الآية الكريمة عن قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قال: إن هذا قرب الكتبة، بدليل قوله: إذ يتلقى المتلقيان. فإن إذ ظرف لا بد له من متعلق، ولا متعلق له فيما نعلم إلا كلمة أقرب التي سبقت، يعني ونحن أقرب إليه حين يتلقى المتلقيان. فيكون المراد بالقرب هنا قرب إيش؟ قرب الملائكة. قال: ومثله قوله تعالى في المحتضر: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. قال: ولم يرد في الكتاب والسنة القرب العام لكل أحد، بخلاف المعية. المعية وردت عامة وخاصة، كما قال تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وردت خاصة مثل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لأن المعية أوسع من القرب. القرب واضح بأنه دنو لكن يليق بجلاله وعظمته، لا يلزم منه انتفاء العلو وإن كان قريبا، لأن الإنسان ما يتصور كيف تكون هذه الصفات الله عز وجل، هي أعظم من أن يدركه العقل. إذا كان الله سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض والكرسي موضع القدمين، فكيف بالعرش؟ فكيف بالرب عز وجل؟ شيء لا يمكن تصور، يعني لا تمكن الإحاطة به. فإذا القرب ينقسم عند بعض العلماء إلى قسمين، والراجح أنه لا ينقسم وأنه خاص بالعابد والداعي فقط. لا، الظاهر أن المقصود التكثير التوكيد، وكأنه قال له: داوم عليها فإنها كنز من كنوز الجنة. نعم يا شرف. بارك الله فيكم. وقول الله عز وجل ما يقال لشيخ أن الله سبحانه وتعالى وهو فوق عرش أنه قريب من عباده، لأن السماوات السبع والأرض السبع في كفة خردلة، فلا يمنعك، فلا يمنع علوه من قربه. صحيح.
نعم أخذنا ثلاثة. لا ثلاثة ثلاثة. نعم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن عمرو عن يزيد عن أبي الخير قال سمعت عبد الله بن عمرو أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم. نعم. هذا أبو بكر رضي الله عنه أحب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى إنه قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنصح الخلق للخلق ولا سيما لأبي بكر الذي هو أحب الناس إليه، في أشرف عبادة يتعبد بها الإنسان لربه وهي الصلاة، فهذا الدعاء الذي علمه الرسول عليه الصلاة والسلام أبا بكر يتبين لك عظمه أنه من أبي بكر وبتوجيه من الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي أشرف الأعمال وهي الصلاة، إذن فهو دعاء عظيم. وقوله في صلاتي لم يبين موضعه من الصلاة، فيحتمل أن يكون في السجود لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، ويحتمل أن يكون بعد التشهد الأخير لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر التشهد ثم يتخيل من الدعاء أعجبه، ولعل هذا أولى أن يكون بعد التشهد الأخير يعني عند السلام، لأن التشهد الأخير فيه ثناء على الله عز وجل وصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وجه مشروع بالتعيين، فإننا مأمورون في التشهد الأخير بالتحيات لله والشهادة له بالوحدانية والصلاة على رسوله والتبريك على رسوله، وحينئذ يكون مقدمة الدعاء مأمورا بها، فيكون أولى ما يذكر هذا الدعاء عند السلام بعد التشهد الأخير. وفي هذا الدعاء جمع لجميع أنواع الدعاء، لأن الدعاء يشمل إما الثناء على المدعو أو الاعتراف بالذنب وذكر الحال أو الجمع بينهما، وهنا الحديث جمع بين هذا كله. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، هذه ذكر حال الداعي، وذكر حال الداعي وسيلة من وسائل إجابة الدعاء، كما قال موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هنا ما ذكر إلا حاله فقط أنه فقير لما أنزل الله إليه من خير، ذكر الحال حال الداعي واعترافه بالحالة وعليها. وبماذا يكون ظلم الإنسان نفسه؟ يكون إما بترك الواجب وإما بفعل المحرم. وقول ظلما كثيرا وردت في بعض الروايات كبيرا، قال بعض العلماء والأفضل أن يجمع بينهما فيقول ظلما كثيرا كبيرا، ولكن هذا ضعيف أن يجمع بينهما، والصواب أن يقول بأرجحهما، وأرجحهما كثيرا فيقتصر عليها. وقوله ولا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا ثناء على الله، فذكر حال نفسه وذكر الثناء على ربه، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، وهذا والمراد بالذنوب هنا الذنوب التي بين العبد وبين ربه، فإنه لا يغفرها إلا الله. أما الذنوب التي بينه وبين غيره من الخلق فإن الإنسان يغفرها،
يغفرها لغيره. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصبحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إذن فالذنوب التي بين الإنسان وبين الناس لا يغفرها إلا الله أو لا؟ جيبوا جماعة. لا، يغفرها الناس. الذنوب التي بينك وبين الله لا يغفرها إلا الله عز وجل، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. والذنوب هي المعاصي والآثام التي تكون على الإنسان. فاغفر لي هذا الدعاء، هذا الدعاء، لكن هذا الدعاء سبقه ثناء واعتراف من عندك مغفرة، أضاف الله من عنده، لأن العطاء يكون على حسب المعطي، فإذا كانت من عند الله فلا بد أن تكون مغفرة عظيمة لا تغادر ذنبا. إنك أنت الغفور الرحيم، هذا ثناء أيضا على الله تعالى وتوسل إليه باسمه الغفور الرحيم. طيب، هل في هذا الحديث ذكر للسمع والبصر؟ لأنه الترجمة باب وكان الله سميعا بصيرا. شوف ابن حجر نعم كيف؟ أي صفحة؟ 300 كم؟ يقول تكلم عن إيه؟ ماذا يقول يا عبد الرحمن؟ يقول وأشار ابن بطال إلى أن مناسبته للترجمة قبل هذا ذكر الحديث يقول وقد تقدم في أواخر صفة الصلاة وفي الدعوات مع شرحه وبيان من جعله من رواية عبد الله بن عمر عن أبي بكر فجعله من مسند أبي بكر. وأشار ابن بطال إلى أن مناسبته للترجمة أن دعاء أبي بكر لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أن الله سميع لدعائه ومجازيه عليه. وقال غيره حديث أبي بكر ليس مطابقا للترجمة إذ ليس فيه ذكر صفتي السمع والبصر، لكنه ذكر لازمهما من جهة أن فائدة الدعاء إجابة الداعي لمطلوبه، فلولا أن سمعه سبحانه يتعلق بالسر كما يتعلق بالجهر لما حصلت فائدة الدعاء، أو كان يقيده بمن يجهر بدعائه. انتهى من كلام ابن المنير ملخصا. وقال الكرماني لما كان بعض الذنوب مما يسمع وبعضها مما يبصر لم تقع مغفرته إلا بعد الإسماع والإبصار. تنبيه: المشهور في الروايات ظلما كثيرا للمثلثة، ووقع هنا للقابسي بالموحدة. انتهى. امشي خلاص. على كل حال، هذه المناسبات اللي ذكروها واللوازم فيها نظر، لأن لو أخذنا باللوازم لوجدنا أسماء كثيرة تدخل في ضمن الترجمة. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن البخاري رحمه الله جعله في هذا الباب في هذه الترجمة وكان الله سميعا بصيرا، لأنه تضمن المغفرة والرحمة. ولكن حتى لو قلنا بهذا ما أستطيع أن أقول إن هناك مناسبة بينة. وأما كونه من لازم إجابة الدعاء أن يكون قد سمع وأبصر فهذا ما يكفي في المناسبة، فالله أعلم. المهم أننا نقول بالنسبة للدعاء تارة نكون بذكر حال المدعو الداعي فقط، مثل قول موسى
لما توجهت القاء مدين لما قال ربي فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذا ذكر حاله. وتارة يكون بالدعاء المباشر بأن يقول إنسان رب اغفر لي وارحمني كما في الجلسة بين السلتين. وتارة نكون بالثناء على الله المجرد كقول النبي عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله إلى آخر. وتارة نكون بالجمع بينهما بين اثنين أو بين الثلاثة، وهذا الحديث تضمن الجمع بين الثلاثة. نعم ايش عن ايش المناسبة الحديث الترجمة عطها الرحمن عشان يسمعنا. يقول والمقصود من الحديث في هذا الباب أن المدعو لا بد أن يكون سميعا يسمع دعوة الداعي إذا دعاه بصيرا بحاله فيوصل إليه ما طلب بقدرته، وإلا تكون دعوته ضلالا وسدا. ففي الدعاء واستجابة الله تعالى لعبده الداعي برهان أنه سميع بصير قادر حي عليم. وقد قال الله تعالى في من يدعو من لا يسمع ولا يبصر ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآية. وقال تعالى عن خليل إبراهيم في دعوته لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع إلى الآية. وقد قال ابن عقيل قد ندب الله تعالى إلى الدعاء، وفي ذلك معان: أحدها الوجود، فإنه ليس بموجود فإن من ليس بموجود لا يدعى. الثاني الغني، فإن الفقير لا يدعى. الثالث السمع، فإن الأصم لا يدعى. الرابع الكرم، فإن البخيل لا يدعى. الخامس الرحمة، فإن القاسي لا يدعى. السادس القدرة، فإن العاجز لا يدعى. ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها كفى ولا النجم يقال له أصلح مزاجي، لأن هذه عندها مؤثرة طبعا لا اختيارا. فشرع الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبائع. وفعل السمع يراد به أربعة معاني، أحدها كيف إيش كان شون يقول وفعل السمع يراد به أربعة معاني، أحدها سمع إدراك ومتعلقه الأصوات، الثاني سمع فهم وعقل ومتعلقه المعاني، الثالث سمع إجابة وإعطاء ما سئل أو ما سئل. سمع إجابة وهي سمع إجابة وإعطاء ما سئل. نعم. الرابع سمع قبول وانقياد، فمن الأول سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ولقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ومن الثاني قوله لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، أي سمع فهم وعقل، ومن الثالث سمع الله لمن حمده. سمع فهم وعقل واستجابة. ومن الثالث سمع الله لمن حمده ومن الرابع قوله سمعون للكذب أي قابلون له ومنقادون. فسمع الإدراك يتعدى بنفسه. المهم أن هذا حتى كالأول يعني ذكروا أن المناسبة الملازمة. بيش؟ نعم. الأول إنك لا تدعون أصلا غائبة وهنا قال دعاء أدعو به في صلاة وغاجبه في مقاتل، يمكن لكن كله بطريق اللزوم، يعني إذا أخذنا بطريق اللزوم يعني نجد أبواب كثيرة تنفتح لنا. هو على هذه أنت خالد. طيب أسأل الله إليكم تعلم نصف الذات من صفات الذات، لكن رؤية العناية من صفات الأفعال.
البخاري رحمه الله. ارفع صوتك وتأني شوي. ممكن أن يكون مراد البخاري رحمه الله تعالى عن أن السلف وعلى رأسهم أبو بكر يعني يؤمنون بالصفات السمع والبصر كما هي، ولذلك قال عليهم دعاء أدعو به. لا على كل حال حتى هذا لازم. وكان يعني المتبادل أنه يذكر الاسم الدال على نفس الترجمة. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام ناداني قال إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. الشاهد قوله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك، فدل ذلك على تعلق سمع الله تعالى بكل ما يسمع. نعم. باب قول الله تعالى قل هو القادر. حدثني إبراهيم بن منذر قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثني عبد الرحمن ابن أبي الموالي قال سمعت محمد بن المنكدر يحدث عبد الله ابن الحسن يقول أخبرني جابر بن عبد الله السلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر، ثم يسميه بعينه خيرا لي في عاجل أمري وآجله، قال أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، اللهم إن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. نعم. هذا أيضا من أسماء الله عز وجل القادر والقدير والمقتدر، لكن القادر جاءت مقيدة مثل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، أما القدير والمقتدر فجاءت مطلقة مثل وهو العليم القدير، وجاءت مقيدة لكنها بالعموم على كل شيء قدير، والمقتدر جاءت مطلقة في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وهذه كلها تعود إلى معنى واحد وهو القدرة، والقدرة هي فعل الفاعل بدون عجز، فالذي يقابل القدرة هو العجز. والدليل على هذا قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، قال ما كان الله ليعجزه وعلل ذلك بأنه عليم قدير، والعليم ضده الجاهل والقدير ضده العاجز، والجاهل معلوم أنه يعجزه الشيء، فإن الإنسان قد يكون قادرا غير عاجز لكن لجهله بالشيء لا يستطيع أن يفعله، وقد يكون إنسان وقد يكون إنسان عالما لكنه عاجز فلا يستطيع أن يفعل، فالله عز وجل لا يمنعه شيء ولا يعجزه شيء لأنه عليم قدير. ثم القدرة متعلقة بكل شيء، عامة في كل شيء، لقول الله تبارك وتعالى وكان الله على كل شيء قديرا، فلم تعلق القدرة بالمشيئة فهو قادر على ما يشاء وما لا يشاء. وأما قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، فالتعليق بالمشيئة هنا لا يعود على القدرة بل هو يعود على الجمع، يعني إذا شاء جمعهم فإنه ليس بعاجز عنه بل هو قدير عليه. ومن هنا نعرف أن قول بعض الناس
إنه على ما يشاء قدير خطأ، لأنهم إذا قالوا إنه على ما يشاء قدير فخصصوا القدرة بما يشاء، لزم من ذلك أن يكون غير قادر على الذي لا يشاءه. ثم يأتينا يدخل علينا مذهب المعتزلة من هذه الناحية، حيث يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا يشاء أفعال العباد، وعلى هذا فيكون الله غير قادر على أفعال العباد لأنه لا يشاءها. فلذلك ينبغي أن ننبه القائلون على هذه المسألة. وأما ما جاء في الحديث الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن آخر الناس دخول الجنة، حيث قال الله تبارك وتعالى له إني على ما أشاء قادر، فهذا متعلق بفعل خاص، والمتعلق بفعل خاص يبين أن الله تعالى قادر عليه إذا شاءه. ولهذا قال على ما أشاء قادر ولم يقل قدير، لأنه متعلق بفعل خاص. فمثلا لو رأينا أمرا استغربناه إما لاستبعاده أو لعظمته، فإن نقول إن الله على ما شاء قادر، يعني فلما شاء هذا الشيء كان قادرا عليه. أما إذا أردنا أن نأتي بالاسم والوصف على الإطلاق فإننا لا نقول على ما يشاء، خوفا من أن يتوهم من ذلك أن ما لا يشاءه نعم لا يقدر عليه، مع أنه تعالى قادر على كل شيء، على ما شاء وما لم يشاء، لكن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. ويذكر أن جنود الشيطان قالوا له نراك تفرح إذا مات العالم أكثر مما تفرح إذا مات العابد، لأن العالم أشد على الشيطان من العابد. فقال نعم أنا قال عن نفسه إنه يفرح بموت عالم أكثر مما يفرح بموت ألف عابد. وسأختبر العالم والعابد. يقول إنه أرسل جنوده إلى العابد فقال له هل يقدر الله على أن يجعل السماوات والأرض في جوف بيضة؟ في جوف بيضة. العابد على طبيعته قال ها قال لا يقدر، لا يقدر أن يجعل العابد السماوات والأرض في جوف بيضة. فرجع الجنود إلى زعيمهم وقال إنه قال لا يقدر. قال إذن نفى قدرة الله. ثم أرسلهم إلى العالم فقال له هل يقدر الله على أن يجعل السماوات والأرض في جوف بيضة؟ قال نعم. قالوا كيف ذلك؟ قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا أمر الله السماوات والأرض أن تكون في البيضة صارت، إما أن تصغر السماوات والأرض وإما أن تكبر البيضة. المهم إذا أراد الله ذلك قال له كن فيكون. فالحاصل أن القدرة تتعلق بإيش؟ بكل شيء. إن الله على كل شيء قدير. لكن ذكر بعض العلماء أن القدرة لا تتعلق بالمستحيل، لأن المستحيل مستحيل وجوده. فمثلا هل يمكن أن يكون المتحرك ساكنا في حال تحركه؟ نعم ما يمكن، ما يمكن أن يكون المتحرك ساكنا في حال تحركه، يعني يقول هو الآن يتحرك فنقول إنه ساكن، ولا ما يمكن؟ ما يمكن. قالوا فلو قيل هل يمكن أن يجعل الله المتحرك ساكنا في آن واحد، في آن واحد
لا يمكن. لماذا؟ لأنه إن تحرك لم يسكن، وإن سكن لم يتحرك. أما الله قادر على أن يجعل المتحرك ساكنا، يعني يؤول إلى أن يكون ساكنا، والساكن إلى أن يكون متحركا. ولهذا قال السفارين في عقيدته: واقتدر بقدرة تعلقت بممكني. واقتدر بقدرة تعلقت بممكني، ليش؟ لأن المستحيل عدم، المستحيل عدم ليس بشيء. لكن مع ذلك بالنسبة لطالب العلم قد يتحمل مثل هذا التفصيل، لأنه يعرف أن المستحيل على اسمه، لكن العامي لا ينبغي له أن يفصل له هذا التفصيل، لأن عقله لا يتمكن، لا يدرك هذا الشيء. فيقال العالم للعام: إن الله على كل شيء قدير. بس ذكر صاحب الجلالين في سورة المائدة على قول الله تبارك وتعالى: إن الله لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، قال: وخص العقل ذاته، أي ذات الله، فليس عليها بقادر. خص العقل ذاته فليس عليها بقادر. وش العقل اللي خص ذاته؟ ما هو؟ نعم، عقل من؟ عقل من لم يقدر الله حق قدره. فما معنى قولك خص العقل ذاته فليس عليها بقادر؟ إن أردت فليس عليها بقادر، ليس بقادر على أن يخلق مثله، فنقول هذا لم تتعلق به القدرة أصلا، أو ليس بقادر على أن يهلك نفسه، فهذا لم تتعلق به القدرة أصلا. أم تريد أن تنفي الأفعال الاختيارية كما هو مراد، فلا يقدر على أن ينزل، ولا على أن يستوي إلى السماء، ولا على أن يستوي على العرش، ولا على أن يضحك، ولا على أن يغضب؟ فإننا لا نوافقك على هذا. وأنتم تعلمون أن الأشاعرة وكثيرا ممن وافقهم على ذلك يرون أنه لا يمكن أن تقوم الأفعال الخيارية في الله عز وجل، يعني ما يمكن أن يفعل فعلا يختاره أبدا، نزول، استواء، مجيء، ضحك، غضب، ما يمكن. معروف هذا أصل من أصوله، أن الأفعال الاختيارية لا تقوم بذات الله. فلهذا قال بناء على هذه العقيدة الفاسدة، قال: خص العقل ذاته فليس عليها بقادر. وقد عرفتم التفصيل في هذا، فقلنا إن أراد بذلك ما يستحيل في حق الله فهذا حق لن يكون، لكننا لا نقول إن الله غير قادر عليه. ماذا نقول؟ نقول إن القدرة لا تتعلق به أصلا. وإن أراد بذلك أفعال الله الاختيارية، أنه لا يقدر على أن يأتي أو أن يستوي على العرش أو أن يستوي إلى السماء أو ما أشبه ذلك، فإننا لا نقره على هذا، بل نقول إن الله قال في كتابه: ويفعل الله ما يشاء، وقال: فعال لما يريد، وقال: إن ربك فعال لما يريد. واضح يا جماعة؟ لهذا ينبغي لطالب العلم إذا أتى على مثل هذه الكلمات الخطيرة أن يعلق على الكتاب إذا كان عنده علم يدفع به هذا الخطأ، وأما إذا لم يكن له علم فلا يعلق. لكن إذا كان عنده علم وكانت المسألة لابد من التنبيه عليها فليعلقها جزاه الله خيرا، لأن الكتاب ربما يقرأ من بعده. نعم، فيعلق عليه مثلا يقال: هذه الكلمة على إطلاقها غير صحيحة، ويفصل هذا التفصيل الذي ذكرنا. وخلاصة الكلام الآن أن من أسماء الله تعالى القدير والمقتدر والقادر، لكنها مقيدة
فتكون من أوصاف الفعل. ثم إن القدرة نقول إنها لا تعلق بالمشيئة، فلا يقال إن الله على ما يشاء قدير، بل يقال إن الله على كل شيء قدير كما قال تعالى عن نفسه. والقدرة هي الفعل بلا عجز. نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر، ثم يسميه بعينه خيرا لي في عاجل أمري وآجله، قال: أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، اللهم إن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على بسم الله عز وجل القدير وبيان ما يدل عليه من القدرة، وسبق لنا أن القدير من الأسماء العامة، وأن القدرة صفة ذاتية لم يزل ولا يزال متصفا بها، وأن حدوث المقدور عليه لا يقتضي حدوث القدرة، لأن القدرة لم يزل الله متصفا بها، كما أن حدوث المعلوم لا يلزم منه حدوث إيش؟ العلم، وحدوث المسموع لا يلزم منه حدوث السمع، فالسمع لم يزل الله ولا يزال سميعا، لم يزل الله ولا يزال عالما، لكن الذي يحدث هو إيش؟ المسموع أو المعلوم أو المقدور عليه. بخلاف الصفات الفعلية فإن الصفة نفسها تحدث، النزول إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر هذا فعل، متى حدث؟ بعد لما مضى ثلث الليل، لما بقي الثلث حدث النزول، ثم بعد ذلك إذا طلع الفجر انتهى النزول. خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، متى حدث الاستواء؟ بعد خلق السماوات والأرض. طيب، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه متى حدث الكلام؟ بعد مجيء موسى. فالصفات الفعلية تتجدد أفرادها وأحادها، أما أصلها فهو قديم لم يزل ولا يزال الله تعالى فعالا، لكن أحاد هذه الأفعال هي التي تحدث. ولو قلنا بأنه لا يمكن أن يحدث من الله فعل لازم أن يكون معطلا عن الأفعال، وهذا نقص عظيم. أما الصفات الذاتية فإنها لا تحدث، لم يزل ولا يزال متصفا بها، مثل العلم والقدرة والسمع والبصر، لكن الذي يحدث هو المخلوق المعلوم المسموع المبصر المقدور عليه وما أشبه ذلك. وهذا لا يعني أن القدرة تجدد أو العلم أو السمع والبصر. فإن قال قائل: ما تقول في قوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين؟ حتى نعلم، نعم، نقول الجواب على هذا أن العلم علمان: علم سابق يعلم سبحانه وتعالى بأن هذا الشيء سيحدث، وعلم لاحق يعلم سبحانه أنه حدث، وهذا العلم هو الذي يترتب عليه الجزاء الثواب والعقوبة، واضح؟ وحينئذ يكون التجدد ليس للعلم ولكن للمعلوم، ويختلف تعلق العلم بالمعلوم قبل وجوده وبعد وجوده. ولهذا قال بعض العلماء: حتى نعلم علم ظهور، علم ظهور.
وهذا معنى ما قلنا. وبعضهم قال حتى نعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب، وهذا أيضا معنى ما قلنا. رحمك الله. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وفي سنده نكتة يعني قد تكون نادرة الوجود، وهي تحديث الإنسان بحديث يحدث به غيره، يعني لا يوجه إلقاء الحديث إليه، يوجه إلى غيره فيحدث به هو. وذلك في قوله سمعت محمد بن المنكدر يحدث عبد الله بن الحسن يقول أخبرني جابر، يحدث عبد الله بن الحسن يقول نعم أخبرني جابر. محمد بن المنكدر يحدث من؟ عبد الله بن الحسن. وابن أبي الموالي نقله عن محمد بن المنكدر مع أنه يلقي الحديث إلى من؟ إلى عبد الله بن الحسن. وهذا نادر، لأن الغالب أن الراوي يروي الحديث عمن ألقاه إليه. ولكن لا حرج أن الإنسان إذا سمع شخصا يحدث آخر أن ينقله عنه وإن لم يوجه الخطاب إليه، خصوصا في الأمور الشرعية. الشاهد من هذا الحديث قوله أستقدرك بقدرتك. والبخاري رحمه الله عنده فهم عميق، أتى بحديث الاستخارة ليبين أن أسماء الله عز وجل متضمنة لما تدل عليه من المعاني والصفات، لأن الباب باب القادر، باب هو القادر على أن يبعث، قادر اسم فاعل، وحديث الاستخارة فيه قدرتك، ليبين أن أسماء الله متضمنة لإيش؟ للصفات، ليست أسماء جامدة لا تحمل معنى، بل هي أسماء مشتقة تحمل المعنى الذي اشتقت منه وهي القدرة. وقول الاستخارة يعلم أصحابه الاستخارة يعني طلب خير الأمرين، استخرت طلبت منه خير الأمرين. وقوله في الأمور كلها هذا عام يراد به الخاص، والمراد به الأمور التي يشكل على الإنسان وجهها، أما ما لا يشكل فلا حاجة للاستخارة فيه، لأن الإنسان عازم فلا يحتاج أن يستخير. ولهذا لو أراد الإنسان يسافر لزيارة قريب أو لتجارة أو ما أشبه ذلك وهو عازم فإنه لا حاجة للاستخارة. وإلا لقلنا إن الإنسان يصلي دائما صلاة الاستخارة، لأن الإنسان حارس وهمام دائما يهم بالأمور، لكن المراد بذلك الأمور التي لا يتبين للإنسان وجهها فيتحير، وحينئذ لا ملجأ له إلا الله عز وجل. وقولك كما يعلم السورة من القرآن يدل على الاهتمام بهذه الاستخارة، كما علمهم التشهد في الصلاة كما يعلمهم السورة من القرآن. هذا الدعاء والثناء على الله عز وجل جعله الله تعالى بديلا لما كان يصنع في الجاهلية. في الجاهلية يستقسمون بالأزلام، يستقسمون بالأزلام يعني يطلبون ما يقسم لهم بواسطة الأزلام، وهي أقداح تجعل في كيس أو ما أشبه ذلك، مكتوب على واحد منها افعل، وعلى الثاني لا تفعل، والثالث ما في كتابة، ثم يعملون فيها عملا، ثم يخرج الإنسان واحدا منها، إن خرج يفعل فعل، لا تفعل لم يفعل، خرج الذي ليس فيه شيء يكون متوقفا، ثم إما أن يعيد الاستقسام مرة أخرى أو يدع الأمر مع الشك.
لكن أبدل الله تعالى الناس بهذا الدعاء. اللهم قال فليركع ركعتين من غير الفريضة. وقوله من غير الفريضة يعني النافلة. وهل يكفي عن هاتين الركعتين الراتبة مثلا أو سنة الضحى؟ يحتمل أن تكون مجزئة لقوله من غير الفريضة، ويحتمل أنه لا بد من صلاة مستقلة وهو الأحوط أن يصلي صلاة مستقلة ثم ليقل. وظاهر الحديث أن هذا الدعاء يكون بعد السلام، لأنه لا يصدق عليه أنه صلى ركعتين حتى يفرغ منهما. يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك، يعني أطلب خير الأمرين حسب ما تعلمه، وأستقدرك بقدرتك، أطلب منك القدرة بقدرتك، فهو توسل بالقدرة على أن يقدر على الأمر. وأسألك من فضلك، لأن الإنسان قد يقدر على الشيء ويحصل له الشيء لكن لا يناله من الله فضل به ولا بركة، فيسأل الله من فضله. فإنك تقدر ولا أقدر، وتقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. في هذه الجملة لف ونشر، مرتب ولا غير مرتب؟ لف ونشر مرتب ولا غير مرتب؟ نعم غير مرتب، لأنه قدم العلم في الجملة الأولى على القدرة، وفي الجملة الثانية قدم القدرة على العلم. ولو كان اللف ونشر مرتبا لبدأ بالعلم قبل القدرة. طيب، قال وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم، فإنك تقدر، وأسألك من فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر، أي أمر؟ الذي يريد، الذي يريد أن يستخير الله فيه ثم يسميه بعينه خيرا لي، هذه مفعول ثاني لتعلم، في عاجل أمري وآجله، أو قال في ديني، قال أو كيف؟ قال أو في ديني، كذا قال أو في ديني، في عاجل أمري وآجله، قال أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. هذه أو شك من الراوي، هل قال في عاجل أمري وآجله أو قال في ديني ومعاشي وعاقبة أمري؟ رجح بعض العلماء الأول لعمومه، ورجح بعضهم الثاني لأن العاجل السابق قد انقضى، ولكن ليس هذا الوجه الأخير بمرجح، لأن المراد بعاجل أمري ليس الذي قد انقضى بلا شك، مراده بعاجل أمره ما يأتي بعد الاستخارة مباشرة. ولو قال قائل لو أن الإنسان جمع بين هذه الجمل في عاجل أمري وآجله وديني ومعاشي وعاقبة أمري، لو قال قائل إنه يجمع بينها فلا حرج، لأن الدعاء ينبغي فيه البسط. أو نقول إن شك الراوي يقتضي أن الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم واحد من الأمرين، وحينئذ يرجح الإنسان ما يرى أنه راجح فيقول. قلنا ترجيح الجملة الأولى في عاجل أمر وآجله للعموم، لأن كلمة أمري يعني شأن وهو عام لكونه مضافا مفردا مضافا. الثاني فيها شيء من التفصيل، ديني ومعاشي وعاقبة أمري،
فيها شيء من التفصيل والتخصيص فليس فيها عموم، لكن التفصيل قد يكون أحسن في باب الدعاء. يقول: فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. ثلاث جمل: اقدره يعني بعلمك ومشيئتك، ويسر بحيث لا يكون فيه موانع، ثم بارك لي فيه أي اجعل لي فيه بركة، والبركة هي الخير الواسع الثابت، وأصله من البركة، والبركة مجمع الماء وهي كثيرة واسعة كبيرة واسعة، والماء يمكث فيها ويبقى. اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. في بعض الألفاظ: اصرف عني واصرفني عنه ثم اقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، يعني اجعلني راضيا به. فهذا الدعاء ينبغي الإنسان إذا هم بالأمر وأشكل عليه وجه الصواب فيه أن يصلي ركعتين ويستخير الله، فإن بان له الأمر فذلك المطلوب، وإن لم يبن أعاد الاستخارة. وقال بعض العلماء: إن لم يبن استشار، استشار ذوي الرأي والصلاح والخبرة، ثم إما أن يقووه على هذا أو على هذا. وقال آخرون: بل يقدم المشورة. والصحيح أنه يقدم الاستخارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليصل ركعتين. فيقدم أولا الاستخارة، ثم إن بدا له وجه الصواب فذلك المطلوب، وإلا أعاد الاستخارة مرة ثانية واستشار ذوي الخبرة والصلاح والأمانة. نعم خالد. أحسن الله إليكم، كيف يبين له وجه الأمر؟ نعم، يبين له وجه الأمر بأمور: أولا اطمئنانه إلى أحد الأمرين، يعني يرى أنه راضي واطمئن. ثانيا أنه ربما يرى في المنام ما يقوي أحد الاحتمالين. ثالثا أنه ربما يسمع كلاما يتفاءل به على أحد الأمرين. رابعا أنه يتيسر له الوصول إلى أحد الأمرين ويتعسر الأمر الثاني. نعم. ما عليها دليل. نعم. يقول: والذي يعني يدل عليه الدليل. نعم. والعلم عند الله. يقول: الله عز وجل يقدر لك أحد فيقع. نعم. إن كان الله مما رضي هذا الشيء أوقعك فيه، وإن لم يرضه لك صرفه عنك. هذا تيسير. هذا هو مضمون الدعاء الآن: يسره لي، يقدره لي ويسره لي. لكن بدون منام. فمتى؟ لا، هو المنام أيضا. هذا مما يعينك على ويشجعك على الفعل والإقدام. نعم. انسقطت الأمور الشرعية. نعم. الأحكام الشرعية، كان مثلا إنسان تردد في مسألة مسائل الشرع يمكن يستخير عليها. مثل. دليل تردد فيها. الواجب على كل ما هم مستخيرين فيه، لا يستخير الله فيه إلا إذا أشكل عليه هل يقدم هذا أو هذا. يعني مثلا لو أراد أن يسافر للحج مع وجوبه عليه، لا حاجة إلى الاستخير، لا بد أن يفعل. لو أراد أن يستخير هل يصلي الظهر مثلا؟ ها؟ مثلا وجوب مثلا نص إيش؟ وجوب مثلا مسألة معينة بالنص. نعم. مترد فيها لا واجب أو غير واجب، يعني شك في الحكم، في الحكم الشرعي، هذا لا يشك في، لا يستخير فيه، هذا يطالع الكتاب والسنة الذي يحصل بهما العلم. إن تنازعتم في شيء فردوه
إلى الله والرسول. آدم كيف؟ إيش؟ ها؟ تصحيح الحديث شيء تضعيف. أيه؟ حديث إذا ورد حديث مثلا. نعم. هذا بعض العلماء يستعمل الاستخارة، يقول هذا مما أستخير الله فيه، فيحتمل قول بعض العلماء هذه العبارة أنه فعلا يستخير الله، أو المعنى أنه مما يتوقف فيه حتى يتبين وجه الصواب، في احتمال ثلاثة. نعم. باب مقلب القلوب وقول الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. نعم. مقلب القلوب هذا وصف لا يصح إلا لله عز وجل، هو الذي يقلب القلوب، لأن الإنسان مهما كان لا يمكن أن يقلب أحد قلبه. والمراد في تقليب القلوب ليس التقليب الحسي أن يجعل أعلى القلب أسفله أو الجانب الأيمن منها الجانب الأيسر، المراد بتقليب القلوب تقليب وجهات النظر، يعني يهم الإنسان بالشيء ثم يقلب الله النية همه إلى شيء آخر، يهم بالسيئة ثم يقلب الله قلبه إلى حسنة أو بالعكس. ويذكر أن أعرابيا قيل له بما عرفت ربك؟ قال لصرف الهمم، لصرف الهمم، يعني أن الله هو الذي يصرف الهمم. دائما الإنسان يهم بالشيء ويجزم به، فإذا به تنصرف همته إلى شيء آخر بدون سبب ظاهر. من الذي صرف ذلك؟ هو الله عز وجل. فلذلك مقلب القلوب هو الله.